اب وتليجرام. الموقع ده ببساطة كانت الناس بتروج ليه أنه بيدفع فلوس وبيحقق أرباح للناس عن طريق الشغل من البيت وبدون أي مجهود. الموقع كان اسمه وايت ساندز. المهم الموقع ده لم كمية فلوس كبيرة جدا من المستخدمين في مصر على اعتبار أنه بيقدم خدمة اشتراكات VIP للناس اللي بتدخل تعمل عضوية بمقابل مادي. الموقع معتمد على اشتراكات زي ما قلنا، ولازم تشترك عن طريق كود بتاع حد تاني، وأول ما تشترك لازم تختار من الاشتراكات اللي بيقدمها الموقع عشان تبقى عضو مميز وتعمل فلوس كويسة. العضويات المميزة دي سعادتك بتبدأ من 300 جنيه لحد 6000 جنيه، وعلى قد الاشتراك بتاع العضوية بتحقق أرباح يومية. هتقولي آه وإيه المقابل يعني لما أدفع الفلوس دي وحقق أرباح إزاي؟ ده كلام جميل. الموقع أول ما بتشترك في العضوية بيديك مهمات خاصة تعملها يومياً. المهمات دي لها عدد معين في اليوم حسب الاشتراكات، يعني لو أنت مشترك في العضوية الأولى هتلاقي عندك 8 مهمات تخلصهم في اليوم. المهمات دي منها شير لصفحات فيسبوك أو لايك أو تتفرج على فيديو على اليوتيوب أو تجاوب على مجموعة سيرفيز وهكذا، وكل مهمة لها مكسب من 1.5 جنيه لحد 5 جنيه مثلاً، وفي اليوم ممكن تعمل من 10 جنيه لحد 260 جنيه حسب درجة العضوية اللي سعادتك مشترك فيها. مش بس كده، أي حد هتجيبه يشترك عن طريق الكود بتاعك هتاخد نسبة أرباح إضافية، وكل ما عدد الناس اللي هتجيبهم يشتركوا في المنصة دي عن طريقك هيزيدوا، أرباحك هتزيد. ده كلام جميل جدا. طبعا انت عينك لمعت وقلت ايه الحلاوة دي، يعني اشتركت 300 جنيه وشوية مهام بسيطة هحقق أرباح وانا قاعد في البيت، انا عايز اشترك، اديني اللينك بسرعة. مستعجل انت على الربح السريع؟ طب ما فكرتش كده هو ليه موقع زي ده هيدفع لك فلوس على شوية سكرين شوتس هتاخدهم لمواقع على الانترنت او مشاهدة فيديوهات، وكمان هتدفع فلوس يديلك بيها أرباح من غير اي تعب. عموما انا هديلك اللينك، بس قبل ما تدخل على الموقع عايز اقولك ان الموقع قفل ونصب على الناس اللي اشتركت فيه وفلوسهم كلها ضاعت، والناس دلوقتي عماله تضرب اخماس في اسداس على الانترنت وعلى الفيسبوك وقالك بقى هنقدم بلاغات للنائب العام. طيب هو سعادتك قبل ما تروح تقدم بلاغ، هو مش انت عارف انك بتدفع فلوس لموقع مش معروف عنه اي حاجه، ولا معروف مين اصحابه، ولا معروف هو مين اللي بيديره بالظبط؟ الأزمة الكبيرة في الموقع أنه أغرى الناس بأنه حول لهم بالفعل على حساباتهم في فودافون كاش وشركات تانية وأرباح زي ما بيدعي، ودي نقطة مهمة، يعني في ناس أرقام موبايلاتهم معروفة. الحقيقة لو كان في شوية تفكير بربع جنيه ما كنتش اشتركت ولا دفعت فلوس ولا خليت ناس تدخل تشترك عشان تلم انت أرباح من غير ما تتعب، لأن الموقع أصلاً تحس أنه ما تصرفش عليه بـ3 جنيه تصميم وبرمجة، حاجة كده شغل هواه. فمش عارف حضرتك ازاي اقتنعت ان الكلام ده ممكن يبقى حاجة موثوقة. عشان بقى سعادتك تتخدع اكتر، اللي عاملين الموقع ده عرفوا يخدعوا مجموعة تروج للموقع وبدأوا يدفعوا لهم علشان يبدأوا يحطوا على حساباتهم على فيسبوك أدلة للتحويل، فتقوم سعادتك تتشجع وتشترك. مش بس كده، ده في موضوعات مكتوبة بتشرح ازاي تشترك في الموقع وتحقق أرباح، ده غير الناس اللي عملوا فيديوهات على يوتيوب وقال لك بنعمل أرباح وفلوس كويسة من الموقع ده. يؤسفنا أقول لك إن الموقع ده نصب عليك وفلوسك مش هترجع تاني، لأن ده نصب من نوع جديد باستخدام الإنترنت، أو بمعنى آخر جيل جديد من مستريحين الإنترنت. بعد الفاصل هنفتح ملف المواقع بتاعت الربح من الإنترنت وتفاصيل لأول مرة، استنونا. أهلا بيكم. قلتلي بقى موقع وايت ساندز قفل وسرق فلوسك وأرباحك؟ ده طبيعي لما تكون بتفكر في المكسب السريع بس من غير ما تفكر شوية هو إيه المقابل اللي هتعمله علشان تحقق أرباح. وقبل ما أعرض لك تفاصيل محدش عرضها قبل كده في الموضوع ده، لازم تعرف إن تحقيق مكاسب أو فلوس من الإنترنت مش بالسهولة اللي أنت متخيلها، وهنا أنا بتكلم على شغل مش ناس بتعمل